السلام عليكم ورحمة الله. احنا وصلنا الدور السادس، شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 185 متر مربع. المجمع واصل فيه له الغاز الطبيعي زي ما احنا شايفين التمديدات، بالإضافة إلى ذلك مجمع راقي جدا والشقة راقية. أول ما نخش المدخل زي ما احنا شايفين عندنا المنطقة هذه الموزع، يسارنا الحمام الأول وانتو بكرامة، عندنا الهواية هنا والشطافات زي ما احنا ملاحظين، عندنا يميننا هنا دولاب خاص بالأحذية والعباءات. الشقة كلها ممددة أو مجهزة بالتدفئة المركزية. نجي هنا على اليمين على الغرفة الأولى. الغرفة الأولى زي ما احنا شايفين موجود فيها سريرين مفردة، وفي مخرج آخر أو مخرج للبلكونة من الغرفة هذه. الغرف كلها مزودة بالتدفئة أو بالمكيفات السبلت. بجوار الغرفة الأولى المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك الله، وفي مكيف أيضا في المطبخ. نطلع على البلكونة، زي ما احنا شايفين البلكونة مشتركة بين الغرفة هذه والمطبخ والصالون. إطلالة البلكونة إطلالة ولا أروع، عندنا إطلالة على البحر، بالإضافة إلى ذلك عندنا المنطقة هذه اللي تحت اللي احنا شايفينها راح تكون منطقة خدمات اللي هو المسبح والنادي الرياضي. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. ما شاء الله الشقة مؤثث أثاث راقي ما شاء الله تبارك الله. إيش رأيكم في الصالة؟ صالة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، وشوفوا الإطلالة. إطلالة ولا أروع، إطلالة على البحر شيء خرافي. وزي ما قلت لكم البلكونة المشتركة بين الغرفة والمطبخ والصالة، هذا المخرج من جهة الصالة. أثاث فاخر ما شاء الله تبارك الله. بجوار الصالة نجي على الغرفة الثانية. هذه الغرفة كمان لها سريرين فردية ومخرج للبلكونة. زجاج البلكونة مزودة في البلكونات كلها، يعني البلكونة الخلفية والبلكونة الأمامية. المنطقة الخلفية إطلالتها على الألعاب والجلسات العائلية وعلى المجمع من الخلف. نيجي أخيرا على وليس آخرا، بعد ما نطلع من الغرفة الثانية نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتو بكرامة. عندنا المغسلة والكلوزت وهذا المروش، وأخيرا غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية. شوفوا مساحة غرفة النوم، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، وكل الغرف ممددة أو راكبة فيها المكيفات. وعندنا المنطقة هذه منطقة الدريسنج روم اللي هي غرفة تغيير الملابس، دواليب راكبة وجاهزة.
داخل غرفة تغيير الملابس عندنا دورة المياه، وانت كرامة المروش، عندنا هنا المغسلة والكلوزت. شقة راقية جدا، في منطقة بليتلي. المجمع عبارة عن ثلاث مراحل، الشقة هذه في المرحلة الثانية، عبارة عن 16 بناية، مجمع مخدوم بكل الخدمات، فكوا فيها سوبر ماركت، نحن نوريكم. شايفين البرتقالي تحت؟ راح يكون هناك، أو فتحوا سوبر ماركت هنا. نهر اصطناعي موجود بين البنايات. المنطقة مخدومة بكل الخدمات زي ما قلت لكم، في داخل المجمع وقريب من المجمع. انه المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 5 دقائق، وبين الموقع والميدان 10 دقائق، وبين الموقع والمول الفورم تقريبا 7 إلى 8 دقائق. يعني تعتبر المنطقة منطقة حيوية جدا، منطقة وسطية بين المول والميدان والمطار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.